لو كيكة الرواني بتاعتك ما بتشربش العسل بتاعها كله زي ما انت شايفة كده وبتسمعي الصوت ده وانت بتحطي العسل عليها، يبقى كيكة الرواني بتاعتك مش مظبوطة. هقولك على طريقة كيكة الرواني الصح وازاي تعمليها بالطريقة المظبوطة وما تفشلش منك ابدا، وكمان بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا بدون جوز هند وبدون مكونات وافتكاسات كتير، وكمان بمكونات قليلة جدا هتعملي اكتر من 2.5 كيلو من كيكة الرواني. ممكن نسيبها سادة وممكن نزينها بصوص الشوكولاتة الاقتصادي. يلا عشان نشوف المكونات، هنحتاج لكيكة الرواني 3 بيضات والبيض يكون خارج من الثلاجة يعني درجة حرارة المطبخ، وكوباية زبادي، وكوبايتين من الدقيق الأبيض العادي، وبنفس الكوباية كوباية من دقيق البسبوسة، وهنحتاج كوباية من السكر وكوباية إلا ربع من الزيت وكيس واحد بيكنج باودر، وهنحتاج كمان 2 نقط من الفانيليا السائلة. دي مكونات الكيكة. الأول هنعمل الشربات أو العسل، وعسل الرواني بيكون خفيف، هنحتاج ليه 1.5 كوباية من السكر وكوباية ونص من المية فقط لا غير، مش هنحط ليمون ولا أي حاجة تانية خالص. ممكن طبعا نقلب المية والسكر مع بعض، وممكن نحطهم على النار بدون تقليب. هنحط الشربات على نار متوسطة، وأول ما يبدأ في الغليان هنسيبه 3 دقايق بس يغلي، بعد كده نشيله من على النار ونسيبه يبرد. دلوقتي هنجهز عجينة الرواني. هنجيب بولة أو طبق، وهنحتاج مضرب البيض العادي، وزي ما قلت لكم احنا هنحتاج 3 بيضات، والبيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني مش ساقع، وده أول سر لنجاح أي كيكة. هنضيف على البيض 2 نقط من الفانيليا، وكمان هنضيف 1 كوباية السكر، والسكر ده عادي مش مطحون يعني خشن. هنقلب السكر والبيض بالمضرب العادي يدوب بس نص دقيقة، يدوب السكر يدوب شوية مع البيض. بعد كده هنضيف 1 كوباية الزبادي، والزبادي مش ساقعة يعني برضو خارجة من التلاجة، وهنضيف 1.25 كوباية زيت، وبرضو نقلبهم نص دقيقة بس مع بعض عشان المكونات تندمج شوية مع بعضها، يعني مش لازم تقلبي كتير بس برضو يعني حوالي في كل مرحلة قلبي نص دقيقة. بعد كده هنضيف باقي المكونات كلها مرة واحدة، يعني هنضيف 2 كوباية الدقيق الأبيض العادي وكوباية دقيق البسبوسة كلهم كده مع بعض، وكمان هنضيف فوقهم كيس البيكنج باودر بدون ما ننخلهم وبدون ما نضيفهم مع بعض في طبق تاني، كله كده على الخليط اللي عملناه مرة واحدة، وكمان هنرش عليهم رشة صغيرة جدا من الملح. بعد كده هنقلب المكونات دي بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده، نقلبهم شويه صغيرين يدوب بس الدقيق يختفي، وخلي بالكم لازم تقلبوها لحد ما كل الكلاكيع اللي فيها تختفي تماما، وبيكون الخليط او العجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو ملاحظين هي اتقل من قوام الكيكه العاديه بسنه صغيره. هنجيب الصينيه اللي هنحط فيها البسبوسه، طبعا حجم الصينيه ده بيعتمد على سمك الكيك او سمك الرواني اللي انت عايزاه، يعني لو الصينيه واسعه الرواني بتكون رفيعه شويه، ولو الصينيه بتاعتك ضيقه الرواني هتكون عاليه. انا بحب اعمل الصينيه الواسعه دي بيكون سمكها متوسط، طبعا بحط فيها شويه زيت وببطنها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، بعد كده بنفض الدقيق الزياده. دلوقتي هحط خليط الرواني في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، شايفين سمك الخليط تقيل شويه اتقل من الكيكه زي ما قلت لكم. بعد كده هنفرد العجينه بالمعلقه السيليكون دي، جميله جدا في الفرد، وزي ما انتم شايفين من اول ما بدات عجن خالص انا ما مديتش ايدي في العجينه نهائي. هنفردها كده ونساوي سطحها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنخبط الصينيه نفسها في الرخام خبطتين عشان الخطوط اللي فوق الكيك دي تختفي، وهندخلها الفرن، والفرن يكون سخن على اعلى درجه حراره. ودي تاني سر من اسرار نجاح كيكه الرواني بتاعه النهارده، لازم الفرن يكون سخن وكمان على اعلى درجه حراره، يعني ولا 190 ولا 180 ولا 200، لازم الفرن يكون على اعلى درجه حراره. خلي بالكم من الملحوظه دي، وهي ما بتاخدش وقت كتير، حوالي 10 دقايق هتلاقوها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنولع عليها الشوايه لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين لونها حلو جدا. دلوقتي هنقطعها وهي سخنه، لازم الرواني تتقطع وهي سخنه عشان نسقيها بالعسل. وسر السر الثالث لنجاح الرواني انك انت بتقطعيها وهي سخنه جدا وما بتتقطعش ولا بتفرول ولا بتتهري زي ما انت شايفه كده، طبعا هي سخنه جدا. بعد كده هنسقيها بالشربات البارد، وزي ما قلنا شربات الرواني بيكون خفيف، وطبعا انا سبته بارد شويه، هو مش بارد قوي بس بارد مش سخن، خلي بالك الرواني مختلفه عن البسبوسه. وسر نجاح الرواني ان هي بتشرب الشربات كله بسرعه رهيبه زي ما انت شايفه كده. لو الرواني ما شربتش العسل او الشربات زي ما انت شايفه كده يبقى الرواني بتاعتك مش ناجحه خالص. جميله جدا زي ما انتم شايفين كده، وبتلمع زي ما انتم شايفين، ولونها حلو جدا جدا جدا. طبعا هنسيبها تبرد براحتها، ولو مستعجلين عليها حطوها في الفريزر لمدة ساعة، هنعيد عليها تقطيع، طبعا بعد ما بردت بنعيد عليها تقطيع بالسكينة. دلوقتي هوريها لكم من جوه وهتشوفوا ازاي هشة جدا ولونها حلو جدا من جوه، شايفين حلو جدا ازاي، وكمان مش مهرية خالص القطعة بقطعتها، شايفين خفيفة جدا زي السفنج ازاي، وكمان طرية وهشة جدا.
طبعا ممكن تاكلوها ساده كده، وممكن تزينوها بالشوكولاته. انا عملت صوص الشوكولاته، معلقه كاكاو ومعلقه سكر، 3 معالق او 4 معالق لبن، و3 معالق او 4 معالق زيت، وضربتهم بالخلاط، بقى صوص شوكولاته كداب، سهل جدا واقتصادي جدا. طبعا زينت الطبق من تحت وحطيت قطع الرواني، بعد كده هزين قطع الرواني نفسها من فوق بصوص الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو.